لكن المشكلة التي تواجه المصلي الآن أن الإمام يصلي ويوتر. صحيح. وعندنا حديث آخر صحيح يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من قام مع إمامه حتى ينصرف كتب الله له أجر قيام الليلة. نعم. قيام الليلة كاملة. فهنا يبقى دائما السؤال يتردد: ماذا أفعل؟ هل أصلي مع الإمام وأوتر ثم أعود فأصلي دون أن أوتر فيما بعد، أو هل أترك الإمام يوتر وأنا أخرج؟ فتجد في هذا الأمر تعارض. ولذلك نقول إذا كان الإمام يصلي التراويح ويوتر فأنت احرص على هذه الفضيلة وصلي معه، ولا بأس أن توتر معه، ثم بعد ذلك من الليل تصلي ما شئت ولكن لا توتر. تأخير فضيلة الوتر تأخيره قلنا فضيلة، لكنها تعارضت مع فضيلة أكبر، متابعة الإمام حتى ينصرف وحصول على أجر قيام ليلة كاملة. فهنا إذن إذا صلى الوتر لا يعيده مرة أخرى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا وتراني في ليلة، ولكن يصلي ما بدله دون أن يعيد الوتر مرة أخرى. نعم.